السيد والي جهة طنجة سكون الكسيمة، حضرات السيدات والسادة، كل واحد باسمه وصفته. حقيقة مداخلتي ستكون جد مختصرة على اعتبار ضرورة احترام الوقت المخصص للمداخلة الذي هو 5 دقائق. مداخلتنا تنطلق من تمثيليتنا داخل مجلس جهة طنجة سكون الكسيمة، الذي من المفروض فيه أن يناقش ويتطرق لجميع المشاكل وجميع المواضيع التي تهم أندية الجهات بصفة عامة. موضوع الكيف المخدرات هو جزء لا يتجزأ من المشاكل المطروحة على جهات وزارة الطاقة العاصمة ومجلسها وجميع أعضاء المجلس بصفة عامة. إذن حقيقة هناك أرقام لا يمكن مقارنتها وأرقام لا يمكن تجاهلها. هذه الأرقام تفرض علينا أن نلامس هذا الموضوع بدقة وأن نحاول أن نخصص له حيزا من الاهتمام، على اعتبار أن نطاق التراب واسع وشريحة كبيرة من المواطنين الجهة تمارس هذه الزراعة. كان انطلاقا من هذا المعطى جميع مكونات المجلس أو أغلبها بادرت إلى توصية داخل المجلس وهو إطلاق دراسة دقيقة ومعمقة تهم هذه الشريحة من المواطنين التي تمارس هذه الزراعة، وتهم كذلك النطاق الترابي الذي تتمحور حوله زراعة الكيف أو زراعة النبيل. هناك أرقام صادمة نعطي بعض الأمثلة منها. 90,000 أسرة تعيش انعكاسة هذه الزراعة الخارجية، 700,000 مواطن يعيش من هذه الزراعة بمعدل دخل لا يتجاوز في أحسن الحالات 40,000 درهم سنويا. 25% من نزلاء المؤسسات السجنية حكموا بالفقر على قدر هذه الزراعة. 30,000 سنويا يتم القبض عليهم انطلاقا من ملفات وشكايات كيدية لا علاقة بهذه الزراعة. 40,000 مواطن ينتمي إلى الجهة وإلى المناطق المجاورة مبحوث عنه بمقتضى ممكنات بحث ومتابعات ناجمة عن هذه الزراعة. هذا الواقع طبعاً يفرض علينا داخل مجلس جهة طنجة سكون الكسيمة أن نولي هذا الموضوع أهميته وأن نعطيه ما يستحق من الدراسة والعناية، لأن التنمية كرمتها يجب أن تكون تنمية مندمجة وشاملة تتغير ملامسة كل المعضلات الكبيرة والمعضلات العويصة التي تطرح داخل التراب. إذن الحقيقة السؤال المطروح خلال الموضوع هذا هو إيجاد بدائل قائمة على حق الإنسان والصحة والتنمية المستدامة. حقيقة السؤال الذي يطرح هو يجب مصاحبة بدائل، هذه البدائل يجب مصاحبتها بدائل قانونية. نحن نعلم بأن قاعدة قانونية هي قاعدة اجتماعية من رحمه المجتمع، فالسؤال الذي نختم به هو هل هناك من داعي أو مدعاة أكثر من هذا الواقع من هذه الأرقام التي طرحناها والتي طرحها الإخوان الذين سبقوني، من مدعاة ومن داعي إلى مغايرة أو تغيير المشروع المغربي الذي منهج تعاطيه مع هذه الزراعة من المقاربة للحرمان والزجر إلى مقاربة البدائل، مقاربة التقنين، طبعا التقنين لأهداف صحية طبية واستعمالات أخرى المشروعة والإيجابية لنفس الكيف. طبعا كإشارة أخيرة فإن من يستمر أو يرغب في استعمال هذا المنتوج في أغراض التي هي منوعة محرمة ومجرمة قانونا فالقانون سيضطر مطلقا، لأن المطالبة أو بتقنين هذه الزراعة للاستعمالات البديلة الصناعية والتنمية لا يلغي القوانين الإنفراستركتورية التي تظل سهاما مسلطة على كل من بشأنه أن يفكر في استعماله لأغراض مجرمة وناسفة. أشكر لكم.